لاعتداءات هادفة إضافة لنهب وحرق ممتلكات المسيحيين وتطويع عائلتهم بالصعيد وسيناء بعد ذبح وخطف المسيح. نظام الحاكم سياسة افتعال التوترات زي كده منتهى الخلاف، وهل البلد قالوا ان الامور هتتصلح يعني؟ الحراس على كده بعض الخبراء في بيئنا اسبانيا من 6 سنة على الان قالوا ان في جامع في الناحيه الشرقيه اتحرق ومصر والسودان في اتحرق جوه 6 سنة على الان لسه عقريه. وكانت حضراتكم شفت الصور اللي اتسربت واللي اتحرقت والعربيات اللي اتحرقت والناس يعني ما كانش حد قادر يطلع ولا ياكل ولا يتكلم. ليه مشكله فرديه بين اثنين نسميها مسيح ومسلم ليه؟ انا عايز الاثنين يكونوا واحد. مفيش حاجه اسمها مسيح ومسلم، طول عمرنا عايشين مع بعض من زمان. الفكره الجديده دي هتقسمنا بس مش هتقدر تفرقنا، مش هتقدر تفرقنا ان احنا مزروع اساسا فينا محبه. وبعدين عقبال ما جت عربات الشرطه والمطاف طبعا كان كل اللي حصل حصل، والعربيات اتحرقت والبيوت اتحرقت، وبالنسبه للناس طبعا ان خربوا بيوتها والعربيات اتحرقت والمشاريع وقفت مفيش اي جهه. وبعد ما اي تعويض الناس دي قاعده في بيوتها ومحدش شغال ومحدش عنده اي مصدر رزق وكل واحد فاتح بيت ومعاه اسره ومش ناوي يتمصر. وانا متاكد ان اي انسان موجود على وجه الارض اكيد في جنبه رحمه، حتى ان كان في عداء بيحصل نتيجه بعض الافكار، لكن انا متاكد ان كلنا بنحب بعضينا، كلنا بنسامح بعضينا، وانا متاكد ان ربنا هيكون موجود في ارض مصر بطريقه غير عاديه، وهنفضل نحب بعضينا، حتى ان كان في الايام اللي فاتت حصل في مناحنا كده، لكن انا فاتح كوافير رجالي واغلبيه زباين المسلمين بحبهم جدا وبيحبوني جدا، بس انا مش عارف الظرف اللي حصل ده وحصل ليه. اكيد كان في حد بيفكر بطريقه تاني، لكن انا عاوز اقول لكل المسلمين بني احمد وكل المسلمين مصر احنا بنحبكم جدا جدا، وانا شخصيا بحب كل واحد منكم على الله. عشان كده احنا وحبايبنا وانتوا اخواتنا وحبايبنا مش هيقدروا يفرقونا ابدا. عشان كده انا عاوز اقول ان الحادث كان حادث فردي بسيط جدا ما يستاهلش كل اللي حصل دوت، لكن وصلت اخبار في بلاد تانية حوالينا ان المسيحيين حرقوا المسجد بتاع بن احمد وموت 16 واحد مسلم. طبعا ده ما كانش حصل، وانا كنت بنتظر من الناس اللي جايه من بره البلاد التانية قبل ما تعمل وقبل ما تسرق وتنهب وتحرق تتاكد من كل الاخبار اللي سمعوها دي، لكن هم معذورين لان برضه الدين بيجري في عروش تماما. كان هناك هجوم من اكثر من 500 شخص على المكان، نهبوا المكان كاملا، وما لم ينهبوه قاموا بتكسيره، وما لم ينهبوه او يكسروه قاموا بحرق المكان، وكنت بداخل المكان لم ابرحه حتى الساعه 5 صباحا، والامن كان وما زال واعتقد سيظل الى ما كنت متخيلا متخاذلا اتجاه الدفاع عن الاخبار. رئيس المباحث ياتي الساعه 5 صباحا لكي يفوز نقطة الشرطه والمكان مشتعل امامه، ولم يكلف خاطره ان تحضر عربيه المطاف لاخماد الحريق. ما قام في دلجة، وهذه شهادة أمام الله وشهادة أمام التاريخ، وقول حق يراد به حق، لم يقم المسلمون به في دلجة، لم يقم المسلمون بحق مبنى الخدمات في دلجة، لم يقم المسلمون بحق المكان في دلجة، ولكن هم مجموعة من البلطجية، مجموعة من المرتزقة، مجموعة من المهجورين استثمروا هذه الأحداث لبيان السيسي وقاموا في شكل مظاهرة مؤيدة للرئيس، ولكن في الحقيقة كانت مظاهرة من أجل نهب وحرق المكان. وأنا أؤكد لأننا نسيج وطن واحد، لا نقوم بعمل تمثيلية ولا نجامل بعضنا البعض، ولكن ما وقف معي طوال الفترة الماضية
90% منهم مسلمون. ما وقف معي 90% منهم مسلمون. وأتشرف أن أقول هذا وبصوت عالي، ومنهم المستشارة المحترمة الحاضرة معنا الدكتورة تهاني الجميل.